slowly let me down. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وسبحان الله العظيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أحبائي وفيديو جديد وعمل جديد وإن شاء الله تعجبكم كل الأعمال. أحبائي شغلنا اليوم لاحظوا عيني هو هذا السوار اللي احنا حنشتغله إن شاء الله بسيطة وسهلة وسريعة مثل ما حتشوفون. بس أنبه على شغلة واحدة من حتشوفون نشتغل احنا اول مرة حنشتغل هاي القطعة، فهاي القطعة واللي حنركب عليها باقي القطع ممكن انه لوحدها تكون لي على شكل تراتشي، ممكن انه اذا الحجم الخرز كبار تكون لي على شكل ميدالية مال قلادة، ومثل ما تشوفون ممكن انه تكون هنا عندنا سوار بهذا الشكل. احبائي قبل ما نبدي بالعمل مالتنا احب ارحب بالمشتركين الجدد والمشتركين القدامى. احب اقول لهم اني اشكركم على التعليقات واللي دا تجيني على الخاصه هوايه، ولو اني متاخره هالايام تعرفون بسبب رمضان، ان شاء الله يعود عليكم بالخير يا الهي ونعاود نشاطنا بعد العيد ان شاء الله. فأحبائي اللي يشتركون أول مرة أو اللي يشاهدون أول مرة أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد من أعمالنا إن شاء الله اللي حتشوفون بها فت قفزة إن شاء الله بعد العيد. وأي سؤال بالتعليقات تسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأشخاص اللي تعرفون إنهم مهتمين بها. خل نبدي أنا وياكم بالشغل يلا. أعزائي المواد المطلوبة لعملنا اليوم مثل ما تشوفون احبائي هو النمنم اللون الاوف وايت الحجم الناعم، خرز الكريستال قياس 2 مختارته باللون الازرق، الخيوط مثل ما تشوفون احبائي، قطعه من سلسله القفل وحلقات 2. احبائي ابدي بالشغل، واول ما اخذ حبدي اخذ 12 من هاي النمنم الشفاف. هاي النمنم العفو اللون الاوف وايت هاخذ 12 وحدة من عنده. شوفوا احبائي حوصل الى حد النهاية، ارجع منه ارجعها ومن اكمل حتى اثبت العقدة مالتها. شوفوا احبائي بهذا الشكل لاحظوا احبائي صارت على شكل حلقة. احنا دائما نقول الشغل مو من يم الخيط العقدة، فامشي 2 تبهوا يا عيني 2 بس امشي من عدها وابدي بالشغل. احبائي حاخذ 2 من اللون الاوف وايت، واحدة من الكريستال الازرق، ارجع تكرار 2 من الاوف وايت. احبائي الخيط منها طالع اني ارجع بالعكس وامرر بهذا الشكل 3 مثل ما تلاحظون، واحدة اللي حلتف عليها الخيط واثنين اضافيات فوقها. شوفوا احبائي صارت لي بهذا الشكل. هسه تكرار 2 وايضا واحدة من الازرق واثنين من الاوف وايت، همين ارجع من هنا وعلى قد 3. لحظة احبائي دا تطلع لي بهذا الشكل. هاي كليتها احنا 12 فحيصير الشغل بين وحدة وحدة الى 6، فاكمل 6 وارجع لكم. احبائي لاحظوا كملت هاي الحلقة، الخيط وصلت بي الى حد هنا، خل اراويكم اياه من هنا. شوفوا عيني هسه اللي حسوي احبائي اعبره وحتى اطلعه. شوفوا عيني هعبره من هنا، هاي عبرة واحدة من هنا. شوفوا عيني وارجع اصعدها هاي الاثنين اللي اني مشتغلتها، صار عندي هنا الخيط بالاعلى. هسه حبدي اخذ 5 من اللون الاوف وايت، العدد حاولوا يكون فردي لانه واحدة من عندهم حنستند عليها انه نركب عليها الدائرة الاخرى. لاحظوا احبائي 5
اطلع الخيط منها وارجعه باللي بجانبها. لحظة عيني، تكرار. ايضا اخذ خمسة، ايضا اخليها من هنا واطلعها من اللي بجانبها. لحظة احبائي، بهذا الشكل نفس الحالة اكمل الباقيات الاربعة وارجع لكم. احبائي لاحظوا هاي الاخيرة هم اخذت خمسة، بس من حر يعني اخلي الابرة هنا ما اطلع من اللي بجانبها، لان اللي بجانبها احنا مشتغليها. شوفوا احبائي، حرجع للدائرة الوسطية اللي انا مشتغلتها. شوفوا عيني، اعبر الخيط مسافة. هسه انا حاليا بس هاي الدائرة عندي، فاطلع من اي وحدة قريبة. شوفوا احبائي، هعبر الخيط تكرار من هنا، اريد اصعد الى هاي القمة. لذلك قلت لكم العدد يكون فردي حتى اعرف انه ابدي عليها يعني قطعة جديدة. شوفوا احبائي، هسه انا هنا حوصل الى القمة مالتهم. احنا ضفنا خمسة اللي فوق، يعني بالاصل نصها الثالث وحدة. اذا هاي المنتصف اللي عندي احبائي، شوفوا هي هاي المنتصف، يعني هاي وحدة محسوبة عندي. انا يعني بالبداية اخذت 12 وحدة محسوبة، اذا اخذ 11 اضافيات. فابدي اخذ 11 هنا، بس اتأكد من العدد، اي مضبوط 11، وهاي عندي 12. احبائي الخيط منها طالع، اذا منها انا بالعكس اخليها. شوفوا عيني، كونت لي الحلقة الثانية. الفرق انه وحدة من القطع جاهزة عندي، فحبدي اشتغل خمس قطع اضافيات، اعبر اول اثنين وابدي تكرار احبائي، انه اخذ اثنين مثل ما سويت بالبداية، وحدة كريستال بعدين اثنين اخريات، وارجع بعكس الاتجاه، بعكس اتجاه الخيط، وامشي ثلاثة بهذا الشكل. يعني عندي وحدة كاملة، وحدة هسه على النص وحتتكون بعد اخريات، فد اربع قطع على النص وارجع اكملها مثل ما انا كملت بالبداية. لاحظوا احبائي، اثنين وحدة وايضا اثنين اخريات، وارجع اعبر ثلاثة بهذا الشكل، وارجع اكملهم كلهم بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها. يعني هم ارجع اعبر بعدين فوقها الخمسة والى اخره. فاحبائي هذا كل الفكرة اللي عندنا، فاني اوصل الى طول السوار اللي يعني احتاجه وارجع لكم. احبائي وصلنا الى طول السوار اللي احنا نريده مثل ما تشوفون. طبعا بامكانكم تغيرون اكيد هاي بالالوان، بامكانكم كل مجموعة اسويها بلون شكل، اكيد مثل ما انتو حيعجبكم. بالمقابل احبائي، هسه انا اشتغلت هاي وردة، هاي جزء من عندها كمل هذا الجزء الثاني، بينما انتم بامكانكم من هنا ابدي ورقة اخرى وبعدين وردة اخرى وياها، باللي يعجبكم اكيد انتم حتشتغلون بها. احبائي ابدي اثبت القفل، والزنجيل ايضا اللي وياها هنا بهذا الشكل. حنعبره بهاي المسافة واغلق الحلقة. من الجهة الاخرى احبائي ايضا اعبر بيه الزنجيل اول مرة، وايضا هنا اعبره بهاي المسافة واغلق الحلقة. احبائي الفكرة بسيطة وسهلة وحلوة وسريعة، وبالمقابل ما تحتاج الى كمية هواية من الخرز او من النمنم. اتمنى الفكرة عجبتكم اليوم ان شاء الله، اتمنى تكونوا استفاديتوا من عدها، اتمنى الاشتراك بالقناة اللي يشرفونا اول مرة، مشاركة الفيديو، تسجيل الاعجاب، واي سؤال بالتعليقات تدللون، وشكرا جزيلا.